سنقوم بإجراء عملية جراحية لمريضة عمرها 43 سنة حضرت لعيادات نيورون تعاني من آلام في أسفل الظهر يمتد إلى الأطراف السفلية وصعوبة في المشي. أظهرت صور الرنين والأشعة للفقرات القطنية وجود انزلاق في الفقرة القطنية الخامسة مسبب تضيق بالقناة الشوكية وضغط على الأعصاب. في البداية عالجنا المريضة تحفظيا عن طريق الأدوية وعمل جلسات العلاج الطبيعي ولكن دون تحسن، مما اضطرنا الآن لإجراء عملية جراحية لتثبيت الفقرات القطنية الرابعة والخامسة والعجزية الأولى بالبراغي وتوسيع القناة الشوكية ووضع حافظ مسافة بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى. زي ما انتم شايفين هنا احنا زرعنا البرغي بالفقرة القطنية الرابعة وهاي الفقرة القطنية الخامسة اللي هي نازلة. زي ما انتم شايفين هنا احنا صورنا صورة الأشعة مشان نشوف كيف عملية زراعة البراغي داخل الفقرات. زي ما انتم شايفين زرعنا الفقرة البرغي في الفقرة القطنية الرابعة، هاي الفقرة القطنية الخامسة اللي هي فيها انزلاق، وهاي الفقرة العجزية الأولى. مثل ما انتم شايفين احنا هينا خلصنا عمليتنا والحمد لله بنجاح تام. اللي اتفقنا عليه عملناه اللي هو تثبيت الفقرات بالصفائح والبراغي، الفقرة الرابعة والخامسة والعجزية الأولى، وتم إرجاع الفقرة إلى محلها. وحاليا المريضة بعد ما تصحى سيتم أخذها إلى غرفة الإفاقة ومن ثم إلى غرفتها الخاصة. عادة المريضة بعد 8 ساعات راح تقوم تمشي ويتم تخريج المريضة من المستشفى خلال 48 ساعة. نهتم احنا اول شهر انه المريضة تتجنب الجلوس وانها تركز على المشي، ويتم التغيير على الجرح كل يومين الى 3 ايام، وعادة المريض بيرجع لحياته الطبيعية خلال 3 شهور.